يمكن من أبرز وأهم المواضيع. في موضوع آخر كذلك ما ودنا نغفل اليوم، موضوع البدون. أعتقد أنه كذلك موضوع مهم، وكثير من البدون اللي تظاهروا الآن معروضين كذلك أمام النيابة العامة تصريحات الفضالة. بالأمس شفنا اجتماع الشيخ أحمد الحمود رئيس مجلس الإدارة بالجهاز المركزي للبدون، كان قرارات يبدو أنها يعني صارمة جدا لكل من شارك التصريح، التسريح من الخدمة العسكرية وسحب البيوت الشعبية والغاء البطاقة الأمنية وإلقاء حق التجنيس. اليوم طلع الفضالة وصرح، قال يعني كلام كثير كثير، لن نظلمكم والجنسية المستحقيها، وذكر بأن يعني من يستحق الجنسية تقريبا أو ينظر في تجنيسهم 34,000. شنو رأيك في يبدو خلال اليومين اللي طافوا هناك يعني تسارع بالتصريحات والقرارات اللي اتخذها جهاز المركز برئاسة طبعا الشيخ أحمد الحمود عين رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي، وصالح الفضالة هو الرئيس التنفيذي في الجهاز المركزي. شو رأيك في هذه التصريحات المتسارعة خلال اليوم اللي فات؟ لا شك أن التصريحات خذت فعلا حل جذري لهذه القضية، قضية البدون لا شك أنها اليوم شكلت هاجس على يعني اليوم يا أنك تنصفني يا أنك تعدل وضعي يا أن لازم تحل لي الموضوع. فاليوم الحل الجذري لابد يبتدي من اليوم. وزير الداخلية تكفل يعني أن يقوم بحل هذه القضية، وإعطاء المستحقين من يحملون إحصاء 65 وكذلك المشاركين في حرب تحرير الكويت والحروب العربية، عرفت؟ وكل من له حق بياخذ حقه. 34,000 ترى مو سهلة اليوم استاذ عويد لما تجنس 34,000، لكن احنا الكويت من 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 الدول اللي تسارع بتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن الكويت بنفس الوقت من اخر الدول اللي تنفذ هذه الاتفاقيات. البدون لا شك أنهم بشر ومستحقين، الوضع الغير قانوني لهم خلاهم يقومون بما قاموا عليه فيه اللي هو تجمعهم وتظاهرتهم يطالبون في حقوقهم. نرد على موضوع النيابة العامة، النيابة العامة حققت في موضوع البدون من اللي 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 تجمهروا ومن اللي قاوموا يعتبرون مقاومة رجال الأمن، لأن الداخلية تقدمت ببلاغ للنيابة العامة بأن هذول قاومونا وكسروا مركباتنا وكسروا، عرفت؟ كذلك طلبنا من النيابة العامة، أنت محامي لبعض المشاركين، بعض الإخوان المشاركين البدون، أي نعم، طلبنا من النيابة العامة أن إحالة بعضهم إلى 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 الطب الشرعي لفحصه، بعضهم مصاب، وكذلك وجهنا حنا كذلك حتى النيابة العامة وجهت الاتهام لبعض يعني رجال وزارة الداخلية. نعم. اليوم على وزير الداخلية حفظ الأمن في البلد، وكذلك وزير الداخلية أخذ يعني نقطة أنه خلاص إحنا خلاص راح نقوم بتجنيسكم، بس لا تتجمهرون وتظاهرون وتوقفون مصالح البلد. عرفت؟ اليوم لما نقول مثلا تخيل ساحة الحرية في تيماء يكون فيها تجمع أمام ساحة الإرادة، التجمع عندك اللي هو الاعتصامات أمام، فاليوم البلد كأنها قاعدة تفور. فوزير الداخلية مكفول أمام القانون بحماية أمن المواطن. طيب الفضالة البدون طلعوا جوازاتكم نجنسكم، طبعا احنا نختلف يعني نختلف معاه بوجهات النظر. لو واحد عنده جواز يبي يقعد ليها اليوم من 20 سنة او الحين وصلنا 22 سنة. طيب الجهاز البدون يقول لك هناك 42,000 عراقي و 16,000 سعودي و 1000 ومدري كم ايراني، ذكر انت طلع الجواز غير انت اليوم طلع الجواز، انت اليوم كرئيس الجهاز المقيمين بصورة غير قانونية بامكانك التوصل الى استخراج جوازاتهم، استخرج جوازهم، اعمل مراسلاتك. ولكن اليوم لما تقولها بهذا يعني انت يا رئيس الجهاز المقيمين بصوره غير قانونيه، انت تعمل يعني اقصد ان تفصل ما بين المستحقين والغير مستحقين وينتهي دورك عند هذا الحل. هو يقول انا خلال 5 سنوات وضعت خارطه طريق راح تحل نهائيا موضوع البدون. قضيه البدون يعني
على مدار سنوات كثيرة ما لم يقوموا بحل هذه طيب القضية. البعض طيب يرد على الفضالة والتصريحات وزير الداخلية أنه راح نجنس وراح نعمل بنا بنج مجرد بنج تخديد للقضية. لا الآن هذه وجهة نظر أخرى كذلك. كذلك وجهة نظر أخرى، ولكن اليوم أصبح هذه القضية فعلا تشكل هاجس في 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 عند الحكومة. نعم. اليوم يا تعدل وضعه يا خلاص يعني شو اللي راح تقدر تسويه أكثر؟ ممتاز. شو اللي تقدر تسوي؟ نعم. وهني السؤال فعلا ليش الحكومة يعني ما يعني هي مشكلة موجودة لماذا لا تحل؟ يعني منذ أكثر من 40 سنة وزالت مستمرة، ليش ما تحل المشكلة؟ يعني شو اللي بخلي حكومات المتعاقبة تتكاسل وتتفادل يعني هذه المشكلة؟ يفترض من وزارة الداخلية اليوم تخلي الأمر هم بعد عن طريق القضاء. شنو التخوف انه ما تحل؟ يعني واضح هناك تخوف انه لا يحال هذا الموضوع الى القضاء، لماذا؟ بالعكس احنا انا اتكلم لك كمحامي وكقانوني. بالعكس اليوم القضاء يمنح من هو يستحق المستحق او الغير المستحق، فاليوم انت كانك تحرمنا فرصه ان هذا الشخص انه ياخذ حقه عن طريق القضاء، تحرمه من فرصه. شو اللي يخلي الجهاز المركزي متخوف من اللجوء للقضاء؟ لماذا يرفضون هذه الفكره؟ بالعكس الحين حتى القضاء قام يعطي احكام بالغاء مثلا ان هذا الشخص عراقي، ونروح نجيب مثلا من السفاره العراقيه مثلا شهاده ان هذا الرجل غير مسجل في بياناتنا، ويرده مره ثانيه يعطي القضاء حكمه باعادته الى غير محدد الجنسيه. فالقضاء يعني بالعكس احنا نتكلم كقانونيين سهل التعامل مع القضاء باخذ حقوق الاخرين. نعم. يعني سهل، ولكن الصعوبة اليوم نجدها في الجهاز المركزي. احنا يعني المفروض اليوم تفتح الأبواب، الحين قاعدين نشوف ان الأبواب مغلقة. نعم. للمراجعة. هو في شيء يعني حتى شيء بالشيء يذكر، يعني كثير من القرارات تصدر محاكم للأسف بعض أجهزة الدولة لا تنفذها، ويعني تتطرف في هذا الجانب، وهذا شيء غريب. تنفيذ الأحكام اليوم يعني تنفيذ الأحكام يفترض أنه من أسهل الأمور وأبسط. نعم. وأبسط هذه الأمور في أجهزة يبدو أنها يعني لا تعيد اهتماما لكثير من الأحكام التي تصدر من القضاء. كثير من أجهزة الدولة لا تنفذ بعض الأحكام. نعم. نعم. هناك أحكام كثيرة يعني. كثيرة. نعم صحيح، وهذا يمكن الكل الغاصي والداني يعلم في هذا الأمر. إحنا رسالتنا يعني. نعم. من خلال تلفزيونكم الموقر. أن يعني أن وزارة الداخلية تتعامل مع الإخوان البدون. نعم. بتعامل إنساني اليوم. نعم. اليوم أشخاص قاعدين يقدمون لك ورود، قاعدين يقدمون لك طيور، حمام سلام. نعم. ها وتعاملهم بالهروات، وتعاملهم في 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 الضرب، وتعاملهم في عدم احترام الكيان الإنساني. طبعا هذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيلة. نعم ممتاز. عموما المحامي الأخ مشاري العيادة شكرا جزيلا لك. حياك. شكرا. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، أمل أن تكونوا قد استمتعتوا معي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.